اكيد الوزاره فعلا بتوفر التدريب للشباب ده. فمثلا انا كنت بتكلم مع حد في الاربعينات، فلما بحكي له عن المبادره دي، هو بيشتغل سواق في احدى شركات التوصيل يعني، فلما بكلمه هو عنده خبره في هذا المجال، فبيقول لي بس دي مش للشباب، انا سني يعني عدى الاربعين. فهل نقدر نلاقي للشريحه العمريه دي اللي عندها الموهبه نلاقي لها فرصه للتدريب في البرامج اللي الوزاره بتقدمها عن طريق البوابه بتاعتها؟ بالفعل يا فندم، احنا عندنا الحقيقه يعني مجموعه مبادرات تستهدف كل الاعمار والخلفيات الثقافيه والاكاديميه. يمكن الفئه يعني زي الاخ اللي حضرتك اشرت اليه، عندنا مبادره مستقبلنا رقمي. مبادره مستقبلنا رقمي بتستهدف كل يعني المواطنين من مختلف الشرائح العمريه والخلفيات الثقافيه، يقدر يخش على المبادره. المبادره على اربع مستويات مختلفه، من مستوى مبتدئ الى مستوى خبير، يدخل على المستوى اللي يناسبه وبيتعلم او بيتخصص في واحده من ثلاث تخصصات اساسيه: علوم البيانات او التسويق الرقمي او تصميم المواقع الرقميه. كلها دي مجالات يعني برضو ايضا مطلوبه جدا في سوق العمل. يتخصص في المجال اللي يناسبه على المستوى اللي يناسب امكانياته، ويبدا ان هو يعني يتقدم من مستوى الى اخر. المحاضرات كلها موجوده، يعني يقدر ان هو يحصلها حسب وقته وحسب قدرته. وبيتوفروا له يا فندم زي ما عرفنا شهادات دوليه معتمده، صعب او هيدفع كتير ان هو ياخدها لو راح بشكل فردي يدرسها. وبنوفر ايضا مدربين يا فندم، بحيث انه اي موضوع يصعب عليه فهمه يستطيع ان هو يتواصل مع المتخصص ويسهل له الموضوع. والتدريب مش بس التدريب تقني، ولكن ايضا تدريب على فكره رياده الاعمال. كويس. ازاي ان هو يقدر ينافس في سوق العمل ويتحصل على يعني وظائف او مهام يقوم بها ويعني يتكسب منها من خلال منصات العمل الحر. ده من خلال يعني يقدر اي حد من اللي بيشوفنا دلوقتي المشاهدين يقدر يدخل على موقع وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات يقدر يلاقي ده الفرص دي متاحه او المسابقات او البرامج التدريب دي متاحه يا سياده الوزير؟ موجوده بالفعل يا فندم على منصه الوزاره وعلى منصه هيئه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايديدا. مبادره مستقبلنا رقمي هي مجانا بالكامل، ويستطيع اي مواطن ان هو يتقدم ويلتحق بها. لو في المستوى المبتدئ ما فيش امتحان لان ده مبتدئ، لو في مستويات متقدمه يعني لابد ان هو يجتاز امتحان لنتاكد من ان هو في المستوى اللي يسمح له يعني بالاستفاده بالدراسه في الكورس او الدوره دي. طيب ارجع تاني للمسابقه، المسابقه الفرنسيه المصريه الاولى للشركات الناشئه، معنى كده ان هيبقى في مسابقات تاني، فارجوك حضرتك تقول لنا، لان برضو اللي حابب يقدم في هذه الافكار في هذه المسابقات، لان في شباب عندهم افكار وعندهم شركات وعندهم مشروعات حابين الدعم اللي بيقدم في مسابقه زي دي. والله احنا عندنا الحقيقه اكثر من مبادره لدعم الشباب اللي يعني بادئ بافكار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. احنا انشانا مراكز في خمس محافظات غير محافظه القاهره لدعم الشباب في مجال الابداع الرقمي. هي مراكز اسمها مراكز الابداع الرقمي كرياتيفا، انشاناها داخل الاحرم الجامعيه ثلاثة في الصعيد، في المنيا وفي قنا وفي سوهاج وفي المنصورة وفي المنوفية، وطبعا في القاهرة. يستطيع الشباب ان هو يتقدم لها، يعرض افكاره، هيلاقي من يدربه على يعني تحسين الفكرة، هيلاقي مكان لو هم ثلاثة اربعة شباب بيكونوا شركة هيبقى في مكان نقدر نستضيفهم فيه، حضانه زي ما بيقولوا. يتلقوا تدريب من الشركات المتخصصه. بعد كده هيبقى في محافل لجمع الشباب اللي بيبحث عن استثمار مع المستثمرين اللي بيبحثوا عن شركات جديده يستثمروا اموالهم فيها، بحيث يحصل هذا يعني الاندماج بين الطرفين، وده امر مهم في مجال رياده الاعمال.